بعد وفاة زوجها أصبحت هذه الأرملة تطلب المساعدة من الناس، ولكن كل الأبواب كانت مغلقة أمامها. لا تجد كيف تكسي أبنائها، ومن خجلهم وشعورهم بالنقص تركوا الدراسة. باكية ومنهارة فقد ذاق بها الحال، أحسنت الوضوء وقامت للصلاة، فهذه أول مرة تلتجئ فيها إلى ربها. مرت الأيام والمرأة لم تقنت من رحمة الله، وفجأة دق الباب، وما إن فتحت وجدت أمامها عمدة الحي. السلام عليكم، أتيت لأخبرك بأنه اكتشف أن للعائلة ورث قديم، وللمرحوم زوجك نصيب منه يعود لك ولأبنائه. سجدت شاكرة على ما أتاها الله من فضل، فما إن توكلت عليه وطلبت العون منه رزقها من حيث لا تحتسب. حبيبي عيونه، جايين عريس غني وبده يخطبني ونسافر لبرا، انت لازم تعمل شيء. برد وبقول له امانه خذوني معكم.